هيكون معانا دلوقتي من خلال زوم دكتور غادة لبيب، وهي أدمن جروب بوك جاردن، اللي هنعرف منها أهم الكتب الخاصة بعلم النفس والتنمية البشرية والذاتية اللي ممكن نرجع لها واللي ممكن نستفيد منها في أننا نحسن حياتنا، نستخدم تفكيرنا وأفكارنا بطريقة مظبوطة، نشوف نظرتنا للمواقف بطريقة مختلفة، لأن كل ده بيأثر على حياتنا. أهلا بيكي دكتور غادة. اهلا وسهلا استاذه رانيا، اهلا بيكي وكل المشاهدين. اهلا بيكي. والحقيقه انه من القراء كتير جدا اللي بيحبوا يقروا في الكتب النفسيه، وانا واحده منهم. والحقيقه انه التنميه الذاتيه اثبتت نجاحها الفتره اللي فاتت على مستوى الكتب الحقيقي، حققت نجاح كبير جدا، وقدر القارئ انه يستفيد منها بشكل كبير جدا في حياته. ايه اهم الكتب اللي من وجهه نظرك شايفه ان احنا نقدر نرشحها لكل مشاهدينا علشان يقروا فيها ويحسنوا من حياتهم بطرق مختلفة عن طريق التنمية الذاتية؟ أنا هتكلم من واقع قراءاتي. اخترت النهاردة 4 كتب هتكلم عنها، قرأتهم وعجبوني جدا، 2 لكتاب أجانب و2 لكتاب مصريين. أوكي. أول كتاب حابة أتكلم عنه هو الراهب الذي باع سيارته الفيراري للكاتب روبن شارما، وده باع ملايين النسخ حول العالم. هو عن شخص كان حياته كلها مليانة شغل وستريسفول جدا، شغل العدد ساعات رهيبة، رغم وصل لمال وشهرة كتير، وهياخد رحلة روحانية للهيمالايا وجبال التبت، وهناك هيتعلم بعض الأساليب المختلفة عن رؤيته للحياة وإعادة ترتيب لحياته.